راجل غيرك، ما كلهم رجاله اهو. يا ستي وانا حصل مني حاجه؟ اذا كانش عاجبك الترماي انزلي خدي تاكسي. ما تخلي عندك ذوق يا فندم، انت الست دي معايا. اما ستك لا مؤاخذه حقك عليا. طيب حبيبي. طيب طيب انا بحبك. طيب يا ملصلص. طيب يا حبيبي. لكن قول لي النمر ده كل واحد حقه؟ ما انا كنت جاي عشان اقول لك ان النمر عاوزك ضروري اللادي الساعه 9. اوعى ما تجيش. ما انت عارف مواعيدي زي الساعه. على كل حال احنا مضبين لك قعده هتعجبك قوي. اقل ما فيها العمليه دي تعبت فيها قوي، كان لازم اخد نسبه اكبر، لكن معلش. مع السلامه. ما تأخرش. طيب انت فو ما يصحش، انت مش هتقعد بقى وتسيبك من العيال اللي هيضروك دول وتمشي معايا على الخط زي زمان؟ لا يا عم، الكبير عمره ما يصغر. انا تاجر جمله وانت قطاعي. يعني ايه؟ يعني مش معقول اسيب الخزن واروح اتنطط في الاتوبيسات عشان اسرق لي ساعه ولا محفظه. الشغل في المحافظ والساعات دول وراهم فلسفه كبيره. فلسفه؟ طبعا الواحد مننا مش شغلته يلطش وبس، لا لابد وان يكون وراء ذلك هدف. وايه بقى يا سيدي الهدف من سرقه المحافظ والساعات؟ انا لما اطلع الاتوبيس والطش لي ساعه ذهب ب 200 جنيه ولا محفظه مدكن فيها واحد 500 جنيه دي ما تبقاش سرقه، لا ده انا بأدي خدمه اجتماعيه، بساعد الانسانيه، بأدبهم ربيهم. ليه؟ عملوا فيك ايه؟ علشان دول كان ممكن يركبوا تاكسات ويسيبوا للفقراء الاتوبيسات. ها؟ قلت ايه؟ هتحاول معايا على المواصلات؟ لا. كل واحدة محمدي له طريقة. لا أنت تقدر تبقى السريع ولا نقدر أبقى الشاش. إيه الله يرحمك يا معلم جمعة. كان راجل إيده تتلف في حرير وكان كلامه حكم. قال إيه بقى يا سيدي؟ قال شوف يا ابني، إن سارق الخزن لا يجيب لنفسه إلا المحن. وأنا خايف عليك من المحن يا أحمد. السريع ما يتخافش عليه ما دام في هنا مخ مش مهلبية. قول لي بقى إيراد النهارده إيه؟ فل نوسة، هاتي الإيراد. هاتي خد. خبطة محترمة، كان محزمها على بطنه تاجر فول عنده 14 قدره. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. صلى على النبي. خد. غريب ومش من هنا وعايز اجره القطر. وصل؟ ايوه. تحب تقابله؟ ادينا نصيبه من عمليه امبارح، بس مش عايز يخرج بمليم واحد من هنا. ازاي؟ فولاذ كاريه 8 باص كنت رويال. عن اذني ما احبش حد يقف جنبي. خمسين فافور. 100 جنيه صلد فول 10 سنفور وزين رواق. فول اس لم الفيشة غول. بقول نكمل. تعبت. لازم نكمل، احنا خسرانين. لا يا شيخ، بس الميعاد خلص. ما قلنا نكمل. وبعدين بقى بقول نكمل يعني نكمل.
يا ورغوش. حاسب حاسب. علقة تفوت ولا حد يموت. قلت لك خليك معايا على الخط. وانا قلت لك مش ممكن. ابوس ايدك ابعد عنهم، دول قتلين قتلة. انا لازم اصفي حسابي معاهم. ايوه لازم. يا شيخ اتلهي. طيب طيب. ما ترجع لاصلك وتشتغل معايا في المواصلات احسن لك. ما تتعبش نفسك. طوعني دول. قال لك ما تتعبش نفسك. انت متعور ليه؟ غول. انتوا حرين تفلقوا. انا اعرف ازاي اخد حقي منهم. هيحصل. يا شيخ هيحصل يا سيدي هيحصل. Thank you.
خد حاجة؟ طبعا. جيت أزورك لقيتك نايم، خدت حقي ومشيت، متشكر. السريع. العربية قبل ما حد يشوفنا. بسرعة. الجلاورق مش فالحين الا في السكر وبس. حتة واد متر ونص مدوخكم. احنا لازم نخلص منه. ازاي؟ ده بينا كلنا. القصير ده؟ القصير ده مخه بألف راجل. أسرع واحد يضرب وأسرع واحد يسرق راجل. طيب ايه ده؟ مسروق كده ليه؟ اوعي اوعي يا مصيبتي. ايه ده؟ فين الباب؟ جبتها منين دي؟ يا لهوي يا مصيبتي. قول هات لي الحاجات اللي في الخزانة. جبتها منين؟ اجيب لك دكتور؟ ما ترد. ما تتلهي تسكت دلوقتي. الحمد لله على السلامة. ما تخافيش ما تخافيش. ارتاحي. ايه اللي جابني هنا؟ رميتي نفسك قدام العربية. ما سبتنيش ليه اموت؟ علشان اللي زيك لازم يعيش. الدنيا فيها ايه عشان الواحد يبقى عليها؟ فيها كتير. الحب والحياة والناس. والحياة يأس والناس وحوش. سابوني وحدي وخدوا مني كل حاجة. كنت عايشة وسط بابا وماما. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. يلا بقى يا بابا ايدك في جيبك. ايه طلباتك؟ شوف بقى يا بابا البلاج ومصاريف البلاج. كفايه دي؟ شكرا قوي يا بابا. بطلوا حب. احسدينا بقى. بالعكس ديدي بتحبك قوي. قولها فهم. ما هو باين انت مش ناس البحر ولا ايه؟ احب اتفرج عليك. شوف بقى عينك تزوق كده ولا كده هموتك يا شريف. يلا بينا. باي باي يا سامي. شريف. نعم. ناخد دمشق. Thank you.
حلوه. ليلى انا عازمكوا على حفله شاي وحنرقص نهار، ولا عندك مانع يا امينه؟ مش حاضر، بابا عنده ضيوف النادي، خلي شريف يكلمه. هكلمه باخد منه اذن ساعه بس، موافقه؟ ما دام انت عايز كده خلاص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. ما حدش قال السعر قبل كده. انت اول واحد نعرض عليه البضاعه. معلش يا شريف، متضايقة، مش عارفة، حاسة كده زي ما تكون حاجة خانقاني. أنا لازم أمشي. أمر المبلغ جاهز؟ أنا تحت أمركم، بس ممكن نشوف البضاعة الأول. أوي. وفجأة لقيت نفسي لوحدي تايهة، ما كنتش عارفة أعمل إيه. كرهت الدنيا، مش عايز أعيش. وفي يوم سبت البيت وفكرت في الانتحار. وعمي ومراته ضحكوا علي وخلوني اتنزلت عن كل حاجة، وبعدها ما سألوش عني. وده بكلام شريف مع أول أزمة قابلتني، وسمعت إنه اتجوز ديدي صاحبتي. للأسف إحنا عايشين في عالم السمك الكبير بياكل الصغير. معلش، ما تيأسيش يا أنسة أمينة، لسه الدنيا فيها خير. بعد اللي حصل ده كله ولسه الدنيا فيها خير. اللي حصل معاكي ده يمكن ما يجيش حاجة من اللي بيحصل مع ناس تانية. اللي حصل خلاني أبص للدنيا بنضارة سودة. ما تخليها بيضة أحسن. نامي عشان تستريحي. تصبح على خير. وانت من أهله. ايه ده؟ ماشية. على فين؟ انت هتقعدي معانا؟ كتر خيرك، انتوا عملتوا اللي عليكم. عيب يا انسة امينة، ما تقوليش الكلام ده. انت مالكيش حد تروحي له، اعتبرينا اهلك. احمد ارجوك. يا ستي اذا كنت خايفة تقعدي معايا، انا مش عايش لوحدي، انا عايش مع نوسة ومحمدي. ولا دمهم تقيل زيي؟ يلا يلا دخلي الشنطة. عيب. حكاية أحمد دي شغلان، ما تخلص عليه. أهو ده اللي أنا مش عايزه. الواد ده بشوف شبابي فيه. للدرجة دي؟ فكرت كتير في اللي حصل الليلة اللي فاتت. واد شجاع وشريف. شريف قصدي يعني على حكاية الفلوس. عايزك تجيبيه لأحمد. ازاي؟ طيب وانا هقولك ازاي. حاضر.
النص. يلا ايه اللي جابها هنا؟ بتسألني انا؟ ما تسأل روحك. امينه لو شافتها هروح في داهيه. انزلها بسرعه قبل ما تطلق. لا خليك انت مع امينه، مش عايزها تشوف الماس. احمد. نعم. ايه الحكايه؟ مش هتشرب الشاي؟ بعدين بعدين. رايح فين؟ مشوار صغير وراجع. تعالي تعالي اقعدي نشرب الشاي هنا، اقعدي نشرب الشاي، اقعدي. انتوا مش على بعضكم ليه؟ ابدا، ادي بعضي وادي بعضي، اقعدي بقى. في حاجه مخبينها عليا؟ هنخبي عليك ايه؟ اقعدي بس اقعدي. قولي لي. قول لي انت. نعم. احمد نزل بسرعه ليه؟ احمد هو 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 عنده شغل. اقعدي بقى. احمد. تعالي تعالي. لكن قول لي احمد بيشتغل ايه؟ هو مالكيش؟ لا هو في الميدان ده، وعنده مكتب وجرس وفراش، ويعني هو يعني موظفين كتير قوي. فين؟ هو مالكيش؟ لا 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 في الشغل. فين يعني؟ هو مالكيش؟ لا هو يعني انا اما يجي بقى يبقى اقول لك هو. لكن تعرف احمد ابن حلال. هو مالكيش؟ انت دمك خفيف قوي. انتوا خليتوني حبيت الدنيا بعد ما كرهتها. وانا حبيت الشاي. عايزني في ايه؟ ايه اللي عملته ده؟ انا ما عملتش حاجة، انا اخدت حقي وبس. عشان كده كبرت في نظري وعايزك تستعد لعملية جديدة. انا جاهز بس بشروط تانية. خد التعليمات من الماس. المقابلة انتهت. يا اخي فرفش نفسك شوية. انت عايزة ايه بالظبط؟ تعالى معايا وانا اقول لك التعليمات. على فين؟ عندي في شقتي. فهمت. طب والنمر؟ انت خايف منه؟ تعالي وانا اقول لك. تعال ادخلي استريحي شويه. ازاي استريح وانا مش عارفه جراله ايه؟ اطمني، ده جن مصور. امال اتاخر ليه؟ يمكن انشغل في حاجه. شغل ايه ده بس اللي في نص الليل؟ طب يلا. تصبح على خير وانت من اهل.
صباح الخير. صباح الخير. ايش ايش ايه الحاجات الحلوه دي؟ تسلم ايديكي. ما تاكل؟ ماليش نفس. انت زعلانه ولا ايه؟ وازعل ليه؟ كل واحد حر في نفسه. احب اشرح لك الظروف اللي خلتنا اتاخر امبارح. مفيش حاجه بيني وبينك عشان تشرح لي ظروفك. انا عارف ده، لكن ما لكنش. انا كنت خايفه عليك وبس. ليه؟ لانك انقذت حياتي. انا كنت فاكر عشان حاجه تانية. على كل حال الحكايه دي مش هتتكرر تاني. تتكرر ما تتكررش ما يهمنيش. صحيح ما يهمكيش؟ طبعا. ما هو واضح. هنعمل ايه تاني؟ ما قلتلك. وبعدين بقى هنلعب على بعض. انا فاهمك قوي يا سريع. انا كمان فاهمك قوي. سيبك من الموضوع ده. مش ممكن. تعليمات النمر انك لازم تسرق الفيلا دي. انا فهمتكم 100 مره اني ما بحبش سرقه البيوت. مش لعبتي. انا اموت في الخزن. الفيلا اللي انت رايحها دي فيها خزنه من اللي قلبك يحبها. يبقى اتفقنا. ربطت الحبل كويس؟ جاهز. خليك هنا، فتح عينك كويس. ما تخافش، خد بالك من نفسك. اعمل معروف، خد كل حاجة في البيت وسيب لنا أمينة. أنت اسمك أمينة؟
خدي، انا مش عايزه. بقول ايه؟ تصبحوا على خير. احمد ما سلمش البضاعه. مش ممكن. اهو ده اللي حصل. احمد ما يعملهاش. وليه لا؟ مش بعيد ما يسألش عنك خالص. بتقولي ايه؟ هتقولي احمد باي طريقة. امرك. احنا اتأخرنا على الشغل النهاردة الا بسرعة عشان يحسبوه علينا غياب. يعني رايحين الديوان يا خي؟ اللي في الديوان قاعدين على مكاتبهم، انما احنا كله على الواقف. يا كريم قفل عزبون. اوكي لا مؤاخذه يا بيه، مساء الخير. لا مؤاخذه. ايه ده يا سيد؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ الله الله، محفظتي محفظتي. فين محفظتي انت؟ انا. ايوه انت. لا مظلوم والله. ده موضوع حلو. بس 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 هو ده اللي سرقك؟ ايوه هو ده. اتفضلوا معايا. انا بريء. اتفضل انزل. بريء. انزل قدام. اتفضل عن اذنك. انزل. خلاص خلاص اتفضل يا فقيه. امسك امسك. انا امسك. محمدي محمدي.
خطفت محمد ليه؟ خفت عليك عشان اتأخرت. أصلي ما قدرتش أقوم بالمهمة اللي كنت هقوم بيها. يا سلام، والسبب؟ مسألة إنسانية. إحنا شغلنا مفيش عواطف. كانت حاجة أقوى مني. أنا عرفت كل حاجة، أنت اتغيرت، مش أنت السريع بتاع زمان. صدقني هو ده اللي حصل. يا أحمد، أنا بثق فيك أكتر من نفسي. أنا عايزك تعقل وتشوف شغلك. المرة دي سماح، إنما المرة الجاية أنت عارف هيحصل إيه. طب ومحمدي؟ قبل ما سيبه توعدني إنك تنفذ تعليماتي بالحرف. حاضر، أوعدك. خلاص، خد محمدي معاك. المقابلة انتهت. هات عارف محروس. حبيبي انا محمد. يلا بينا. بس بس يا اخي، بس يا محمدي. يلا يا عاوز عضه ده. يا محمدي، يلا يا اخي سيبك منهم. ولو برضو وراك يا احمد. أول مرة من مدة طويلة ابتديت أتمتع بالدنيا. ولسه كل ما تكوني متفائلة تتمتعي بيها أكتر. طول ما أنتوا جنبي. أحمد، نفسي أدخل سينما النهاردة. بلاش الليلة دي. ليه؟ عندي اجتماع مهم في الشركة. أنت لازم تريح نفسك يا أحمد. أنت بتشتغل كتير وبتسهر. أعمل إيه؟ مسؤولية. شغل الشركة كله على دماغي، ولازم الواحد يكون عنده ضمير في الشغل. وعشان كده انت ناجح يا احمد. حطت المجوهرات بتاعته في شنطه، والشنطه في مكان واضح هنا في الخريطه. انا موافق على العمليه، بس بشروط الجديده اللي قلتها لك. بلغتيها للنمر؟ بس النمر مش موافق على 30%، بيقول مفيش غير 10% زي كل مره. بلغيه بقى ان انا مش موافق، ولما يفكر ابقوا اتصلوا بيا. سلام عليكم. مش قلتلك تعبان؟ لازم نشوف حل. العبوا يا غشم يا جهلة. بس اسكت. أنا القشاش. يوه. خد. أحمد. مساء الخير. مش فاضي. كيف بدري يعني؟ الاجتماع اتلغى. إيه رأيك بقى ننزل نتعشى برا؟ يا ريت. طب يلا البسي هدومي. طيب. استنى إيدك. أكمل الدور بدالك؟ كمل. العب يا سيدي. حاضر. ايه اللي انت قشيت بيه ده؟ ولد. طب وريني. اهو. اها، بذمتك ده ولد ولا بنت؟ يا ابن الحراميه، دي بنت. وايه الفرق يعني؟ لا مش لاعب. انت حرامي نتن حتى في الكوتشينه. بلاش فضايح عشان تسمعنا. يلا يا يلا. باي باي. السلامة. الله يسلمك. ايه مالك بتعاطي ليه؟ لازم تفزعني زيه. طب انكتمي. سد سد سد. بس 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 كده. قوم هات العشا ونتعشى في البلكونه. ماشي. وش معنى ما نخرجش بره نشم الهوا زيه؟ وهو الهوا اللي هنا مش زي الهوا اللي بره؟ حتى الهوا اللي هنا احسن. هوا بيتي. مش معنى احمد وامينه بيتفسحوا؟ دول ناس اغنية، انما احنا ناس مكافحين بنكسب من عرق الجبل. مدي شويه الفيلم هيفوتنا. ايه السينما؟ صحيح. محمدي رايح فين؟ نازل الحارة. ليه؟
مش شغلك يا حشرية. أنا حشرية؟ خد. كمان بعزه قوي، بس انت عارفه بقى انا راجل بتاع شغل، ما احبش اضيع وقتي على الفاضي. احمد فين؟ عنده اجتماع. اجتماع؟ اجتماع ايه؟ لازم هو اللي بيخبط. اتاخرت ليه؟ ايه؟ كبسه. في ايه؟ هو احمد جرى له حاجه؟ اطمني، احنا جايين نقبض عليه. ليه؟ متهم بسرقة محل معلم فنجري. أحمد؟ معقول أحمد يسرق؟ لا يا شيخ، أحمد زعيم عصابة. الشيخ منصر. أحمد الإنسان الوجيع يبقى حرامي؟ مش ممكن. تعال ورايا. قدامي. ما لقيناش غير ده يا فندم. عيب. أحمد فين؟ معرفش. ما تعرفيش؟ طب اتفضلوا معانا. إيه يا محمد؟ ده مالك يا حشرية؟ أنا حشرية؟ يعمل عاملة زي دي؟ ده حتى من يوم سيادتك ما استلمت المنطقة والأمن تمام التمام. ما هو بيتهمك ليه؟ ما عرفش يا فندم، لكن بشرف يا بيه ما حصل. سريع لو ثبت إنك بتكذب. صدقني يا بيه ما حصلش. أنا تحت أمركم في أي خدمة تانية. طب يا سريع، مع السلامة. الله يسلمك يا بيه ويطول لنا في عمرك يا رب. سلام عليكم يا فندم. الله. ايه بس اللي حصل؟ انا زهقت من الناس كلهم مقالب. في احمد طيب، مفيش حرامي طيب، انا مع ادم منه بكرههم. انت فاهمه غلط يا بنتي، احمد ما سرقش فنجري. امال مين اللي سرق؟ وليه فنجري يتهم احمد بالذات؟ حقد. لكن انا عارف مين اللي سرق محل فنجري. وما قلتش ليه؟ ما انا قلت اهو. ما قلتش ليه في الاسم كمان؟ يا سلام. وعشان كمان ناخد طرنا بايدينا. وليه تضحكوا عليا؟ قولوا انكم حراميه. انا لا يمكن اعيش هنا في البيت ده. اوعى. ما تحصلها يا امينه. يا امينه. امينه. يا امينه. امينه. طيب يا امينه. امينه. يا امينه. هو كده ادي احنا الكعبين. ما تقوم تحصلها. احصلها فين؟ ده زمان وصلت دمنهور يا اخويا. ايه مالكم؟ امينه مالها؟ مشيت ومش عارفين راحت فين. فاتك قوى ازاي تسيبوها تمشي؟ دي يمكن تموت نفسها. تموت نفسها؟ Thank you.
والله فكرة. قومي بينا. لله يا سيادي لله. لله يا سيادنا لله. لله. يا سيادنا لله. بس بقى كفاية. انقذتني ليه؟ ما سبتنيش اموت ليه؟ امين اسمعيني. مش عايز اسمع منك حاجة. اديني فرصة افهمك. انت كذبت علي. انت خدعتني. انا صحيح حرامي. لكن ما سرقتش فنجان. كذاب. احلف لك بشرفي. كل الناس بيحلفوا بشرف هم ابعد الناس عني. أمينة أرجوك كفاية. كان ممكن أسامحك لو كنت صرحتني بالحقيقة. وهو مين في الزمن ده بيقول الحقيقة؟ لو كنت قلتلك الحقيقة كنت احتقرتيني زي كل الناس. والحقيقة مين اللي سرق فنجاني؟ ما سرقتوش ما سرقتوش. أحمد رايح فين؟ اهلا مستريا خطوة عزيزة. عايز فلوس المعلم فنجري. فنجري مين؟ انت هتستعبط اللي سرقته محله. ما حصلش. كداب. فلوس فلوس فنجري. حد هالك حد لك كل اللي انت عاوزه. مبسوط. شوف اهل الحارة حبوك ازاي بعد ما بقيت راجل شريف ورجعت فلوس فنجري. نفسي الناس كلها تحبني. مش عارف اعمل ايه. توب يا احمد توب. انسى الماضي. ان نسيت انا الناس مش هينسوا. ربنا كبير يا احمد. بس متهيألي مش ممكن يقبل توبتي. ده انا سرقت كتير قوي. انا فاكر اول مرة سرقت فيها. كل واحد يروح لحاله وبلا صيت. يلا. ايه واخدني على فين؟ بس انا عملت حاجه. وبعدين معاك يا سريع، انت مش ناوي تبطل؟ من صغرك وانت فيك داعي السرقه ده الاصلاحيه ودخلت وبقالك في البوليسي دي الف محض. طب ورقبه ابويا طلب ابو عبد الباسط للمره دي اكون مدخلك السجن. الله قدامي. طب استنى نتفاهم. قدامي. احمد محمدي. ازيك يا هول؟ وحشني قوي. سامحني يا احمد. بالعكس انت فوقتيني. يا ريتني عرفتك من زمان. ما تفكرش باللي فات. تقدر تشتغل يا احمد وتنفع الناس بدل ما تضرهم وتاكل من عرق جبينك. حاضر هتوب وهشتغل وهاكل من عرق جبيني. السوابق يا سيدي. ما كنا بنشتغل من غير صحيفة ولا جريدة. اوه فز قوم بقى ما تيأسناش. مش عايز قول
هاي يا سيدي هاي هاي قوم المايه دي فيها شطه. صحيفة سوابق، صحيفة سوابق، دي حاجة تقرف. ما تيأسوش، طول ما فيكوا نفس يبقى في أمل. ده إذا كان فينا يا نوسة، ما تيجي تدعكي لي رجليا وتقول لنا كلمتين نحوي. حسب أشرب لا يدوب. حسب أهو. بتفكر في إيه؟ الماضي بيطاردني يا أمينة، هو الحاجز اللي قدامي عشان أقدر أعيش عيشة نظيفة. الماضي مات. ايه الله يرحمه ويحسن اليه. هو مين اللي مات؟ واحد صاحبنا اسمه ماضي. معلش يا اخويا. ايه يا ابني اللي بتهببه ده؟ يا بيه احنا في الجراج بتاعنا ده نغسل العربيه وصاحبها. طب قش دماغي بالمره. انت بتقولش دماغي صحيح. مش انت اللي بتقول؟ ايوه بقول. اتصرف اهو. اللي اتقدم حقك انا مين؟ ما عندكش ذوق. ايه ده؟ لا مؤاخذه يا بيه، لا مؤاخذه. يا غول. ايوه. خد البينه شفه. سيبه ممكن العقل ظهري بالمره. عليا الاثنين. بقول لك سيبه مش عاجبني. ايه اللي هببته ده؟ انت عايز تطفش الزباين؟ ده احنا في عرض زبون. والله يا اخي انا عرفت منك ومن شغلتك المهببه دي ما كنا مرتاحين في المواصلات ومحترمين. يا اخي ذوق طعم الحلال مره. هتسلميني الفستان امتى يا ست امينه؟ بعد 4 ايام. طب خليهم يومين عشان انا مسافره. هو كل الزباين مسافرين؟ عايش. حاضر حاضر، تحت امرك. وانت رايح فين؟ الشغل. ايه ده؟ عايزين ايه دول؟ بتعملوا ايه؟ بس ما تسيبونا في حالنا. عاجبك يا اسطى؟ لا مش عاجبني. انا هنا. ست أمينة؟ ايوه. في ايه؟ لا بسيطة، الأستاذ أحمد حصلت له حادثة عندنا في المستشفى. حادثة؟ لا اطمنوا ما تخافوش، ده بس عاوز يشوف. تعالي اجي معاكي. لا خليك انت يا نوسة. حادثة؟ يا مصيبتي. حادثة؟ هاي. انت عارفة ده ايه حلوة؟ هيكون ايه يعني؟ ده يقطع الايدين وده يشزق العينين وده يخلص على الباب. انتوا عايزين مني ايه؟ منك انت ولا حاجه. احنا عايزين احمد، واحمد مش جاي هنا كده. يبقى مفيش غير كده. انا ذنبي ايه؟ انت مفيش في قلبك رحمه. حرام عليك. سيبيني اخرج. لو ليكي اخت ترجي تعمل فيها كده؟ اخت يا ريت لولاها ما كنتش بقيت هنا. احمد انت فين؟ انا لازم اتكلم معاك.
ما تتكلم. أمينة فين؟ أنت عايز أمينة؟ هخليك تشوفها. أحمد! عملية صعبة وخطيرة، وانت عارف ان انا تبت ومش عايز ارجع تاني. انت حر. وامينة. تنفذ العملية تاخد امينة. وايه اللي يضمن لي؟ وعد شرف. أنا سمعت الكلام ده كتير قبل كده. يا أحمد، العملية دي خطة العمر، وبعدها هختفي من البلد كلها. أنا موافق. لا يا أحمد. مين اللي هيستلم؟ أنا بنفسي، في نفس المكان. أحمد! ألو؟ أيوة يا أحمد. عايز تقابلني ضروري؟ ليه؟ في حاجة مهمة؟ للدرجة دي؟ فين؟ طيب كاس ويسكي من فضلك. خير؟ عايزني في ايه؟ أمينة. وانا هعملها ايه؟ انت مش وافقت على العملية؟ ايوة، بس مش مطمن للنمر. ليه؟ النمر قدام مصلحته بيدوس على كل حاجة، وانا بصراحة خايف منه. ليه؟ خايف بعد ما نفذ له العملية يقتل أمينة زي ما قتل قبل كده إلهام ومنى وسونيا. سونيا؟ أنت متأكد إن النمر هو اللي قتل سونيا؟ طبعاً. أنت تعرفيها؟ ما أعرفهاش إزاي؟ دي أختي. طيب يا نمر، يانا يانتا. سلميني أمينة وأنا أخلصك منه. هتعمل إيه؟ اللي هعمله هنا ده مش أبيض، ده مسطر. لأحمد، أحمد، يلا.
سيادتك النمر؟ ايوه. متأكد؟ ايوه. بنفسه؟ احمد فين؟ احمد اداني الرسالة دي والشنطة دي عشان سلمها لك، والاتنين معاك اهم. انا اسف يا نمر، سامحني علشان في الوقت اللي انا بقضي فيه شهر العسل مع امينه مراتي هتكون انت فيه بين ايدين البوليس. Thank you.